احنا ليكيب اورانج ديفلوبر سنتر جينا اليوم لدار شبيل لدار ثقافه سبيبه باش نعملو لكم فورماسيون على لونجاج سكراتش. لونجاج سكراتش هو نعملو بيه دي زابليكاسيون موبيل ودي جو على البي سي ولا على التليفون. اورانج كري دوبي لاني 2010 فيه دي فورماسيون. نعملو دي فورماسيون في السونتر تاع اورانج, نعمل دي فورماسيون على تو سكي ان ريلاسيون افيك لي زابليكاسيون موبيل, دونك لي ديفلوبمون دي زابليكاسيون اندرويد ولا اي او اس ولا افيك سكراتش و اب انفنتر للولاد الصغار كيما نتوما. نمشيو زاد للي فاكولتي نعملو دي فورماسيون زاد. نمشيو كيما اليوم مشينا قبل زاد لدار شباب بوعراده, مشينا لدار شباب سيدي ثابت. اليوم جينا لدار ثقافة تاع سبيبة باش نعملو فورماسيون على سكراتش و اب انفنت انفورماتيك. هذوما كل سيسون دي لونجاج دو بروغراماسيون. سكراتش زادا كيفهم هما يعمل سي ان لونجاج دو بروغراماسيون, يعني بروغرامير دي سكراتش. شنو سكراتش؟ هو لونجاج دو بروغراماسيون بروغرامير بيه تو سكي ابليكاسيون ولا دي جو نعملو بيه. دونك بعد مدة أخرى توليو تبروغراميو نتوما مش هذيك سكراتش, توليو تعملو لي بروغراماسيون تاعك مع جافا ولا سي بلس بلس, سي بلو افونسي. هو جوست انت باش نتعلمو كيفاش نبروغراميو, نعملو البروغراماسيون مع سكراتش كيما تراو لهنا. سي سون دي كود دونك, مي ماهوش كيما تعرف في باسكال انت تكتبو ايف و ايلز و لا سي سينو هذوك تلقاها في على لي بيرو تاعكم. فما ايكون صغيرة تسمى تلقاها تلقى الانترفاس هذي. في انشطتها المتنوعة الثقافية وخاصة العلمية منها نظمت دار الثقافة سبيبة هذه التظاهرة وهي اللي سميناها منتدى الثقافة الرقمية اللي توا هي الدورة الثانية واللي كانت من يوم أمس من يوم 23 أبريل إلى غاية 25 أبريل واللي احتوت على عديد الفقرات المتنوعة منها ندوات علمية ورشات معارض تنشيط تكوين وترفيه. ومن بين المساهمين البارزين في هذا النشاط شركة أورانج تونس اللي قدمت لنا معناتها ورشة في ابتكار تطبيقات الهواتف الجوالة باستخدام برمجية سكراتش, واللي نعرف أن أورانج تونس كانت سباقة في هذا المجال واللي تحب ديما تدخل المناطق الداخلية وتحب تعلم الصغيرات مفهوم الثقافة الرقمية وتحاول تدمجهم في مجتمع المعلومات والاتصال, بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأطفال والشباب في مجال العالمية وأكسبهم القدرات وخليهم أنهم تنمي فيهم روح الخلق والإبداع خاصة في المجال الرقمي. المنتدى هذا كان متنوع, فيه ندوات علمية حول السلامة المعلوماتية, حول التجارة الإلكترونية, بالإضافة إلى ورشات حول السلامة المعلوماتية والتصوير الرقمي والانفوغرافيا. وإن شاء الله نكملوا غدويكا هي ورشة للأطفال حول حفيلة الإعلامية وفي صناعة الصور الكرتونية بطريقة الطروادية. احنا في دار ثقافة سبيبة الميديا بتاعنا يخدم كل يوم من نهار الثلاثاء حتى نهار الأحد. الميديا هذايا فاز بعديد الجوائز الوطنية خاصة في مسابقة تصميم أحسن موقع ويب, كان لنا الشرف أن نفوز بالجائزة الأولى سنة 2008 و2010
في جائزة تصميم أحسن موقع ويب بدون الثقافة اللي تنظمها مؤسسة العمل الثقافي. والحمد لله أن النشأة نتاعنا الرواد نتاعنا هنا في دار الثقافة سبيدا كان ينجموا معناتها يخدموا دي زابليكاسيون يصنعون دي سيت ويب صنعوا عملوا برشا دي بروجي خاصين بالثقافة الرقمية. أنا حمدي بوعفورة ويب ماستر في أورانج ديفلوبر سنتر ودو فورماتور لونغاز سكراتش أب إنفنت. جينا اليوم لدار الثقافة سبيدا في إطار تظاهرة الثقافة الرقمية وفي دون لو كادر دو ريسبونسابيلتي سوسيال تاع اورانج تونيزي. كيما مشينا قبل لدار الشباب سيدي ثابت ومشينا لدار الشباب بعراده جينا اليوم لدار ثقافه سبيبه باش عملنا فورماسيون للولاد الصغار فورماسيون على لونغاج سكراتش اللي هو سي ان لونغاج دو بروغراماسيون ديستيني للولاد الصغار انتر 13 و 17 باش يتعلموا كيفاش يعملوا دي زابليكاسيون موبيل على التليفون.